هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. إدارة الوداد تتفادى لجوء البنزرتي إلى الفيفا. نجحت إدارة فريق الوداد الرياضي في التواصل إلى اتفاق نهائي مع الإطار التونسي فوزي البنزرتي، وذلك من أجل تسديد مستحقاته المالية العالقة في ذمة الفريق الأحمر. وحسب مصادر متطابقة فإن مكتب الوداد قد قرر دفع مستحقات البنزرتي البالغة 275 مليون سنتيم على 5 دفعات، وقبل البنزرتي مقترح مجلس إدارة الوداد بالنظر إلى المشاكل المادية التي يعيشها الفريق خلال الآونة الأخيرة. وقاد فوزي البنزرتي الوداد خلال الموسم المنصرم للتتويج بالبطولة الوطنية رقم 21 في تاريخ النادي الأحمر، وخرج من نصف نهائي كأس العرش وكذلك نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة. في الأخير لا تنسى الانضمام لقناتنا الجديدة للأخبار المغربية دعما من كلي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في فيديو آخر.